الإنسان بينكسف. سبحان الله العظيم، لما تشوف طفل صغير حافظ القرآن كله، وانت حافظ قد ايه من كتاب ربنا؟ قولي والله الظروف برضه الواحد كبر ومش حافظ. طب حافظ اغاني قد ايه؟ حافظ اسماء لعيبه قد ايه؟ حافظ اسماء فنانين قد ايه؟ حافظ في شغلك قد ايه؟ اتقانك للكمبيوتر والنت والحاجات دي قد ايه؟ مهارتك في معرفه الشوارع والسواقه والحاجات دي قد ايه؟ مهارتك كل المهن دي جت بالتدريب والمتابعة والإصرار والصبر والحماس، وجت مع الوقت. كذلك القرآن يجي كده. احنا لو بدأنا نحفظ القرآن آية كل يوم، آية، انا عايزك تحفظ بس في يوم ألف لام ميم، وتاني يوم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وثالث يوم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كل يوم آية بس سهلة هتحفظ. بس احفظ، حس انك بتزيد القرآن. واهم من الحفظ، انا بقول لك اهو، اهم من الحفظ تلاوة القرآن. لان الحفظ يا جماعة في شيء من حظ النفس. انا مش بقول لك ما تحفظش، لا، ده انا بقول لك لازم تحفظ. لكن اهم من الحفظ التلاوة، انك تقرأ قرآن كتير كلام ربنا. احنا قلنا صلاحية المحل، طهارة القلب، و قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويروى هذا الكلام عن عبد الله بن مسعود، ويروى أيضا عن علي بن أبي طالب، الثلاثة، قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو قلوبكم طهرة ما تشبعش من كلام ربنا أبدا، يفضل يقرأ ليل ونهار وما يشبعش، ما يشبعش. مين يشبع من القرآن ومعاني القرآن ولذة القرآن وعظمة القرآن؟ عمر ابن المنكدر، قالت له أمه: يا بني أشتهي أن أراك نائما. سبحان الله العظيم، شوف لما أم تقول لابنها أنا نفسي أشوفك نائم. افتكر النهارده بتقول له نفسي ايه؟ يا ابني انا نفسي اشوفك صاحي. او واحده تقول لزوجها انا نفسي اشوفك وانت صاحي. النوم، النوم بقى النهارده هيجي معانا نقطه مهمه قوي في التوبه المره الجايه ان شاء الله باذن الله تعالى في الاستعداد لرمضان. التوبه من النوم، من كتر النوم. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا دخل رمضان قال: اللهم رضنا باليسير من النوم. الليل أحوالك في إيه؟ عشان كده يتلون آيات الله آناء الليل، آناء الليل، آناء الليل، يعني في أول الليل ووسط الليل وآخر الليل وتلت الليل وتلتين الليل وعلى طول الآناء الليل. ينام ساعة ويقوم يصلي، وينام كمان ساعة ويقوم يصلي، وينام تلت ويقوم يصلي، وينام ربع ساعة ويقوم يصلي، ويغفل خمس دقايق ويقوم يصلي. آناء الليل. أصلا كنت بقول الأدب مع ربنا أن يكون شغلك الشاغل وهمك الدائم، إنك تبقى طول الوقت مشغول بربنا، طول الوقت همك رضا ربنا، مشغول 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 بالموضوع ده، مشغول حقيقي، مشغول فعلا. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. القرآن كلام الله العظيم، وإنه لكتاب عزيز
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كنا بنقول إنه عمر بن المنكدر، أمه بتقول له: يا بني اشتهي أن أراك نائما. قال: يا أمة، إنه يدخل الليل فأستفتح في كتاب الله. مصحفك ده سلاحك، ما يطلعش من جيبك، ما يطلعش من قلبك كده، ما تفرطش فيه لحظة، ما تفرطش فيه دقيقة، ما تفرطش فيه ثانية. روحك، مصحفك ده روحك، على طول لحظة اقرأ آية، على طول انت حاطط العلامة اللي انت ماشي عليها اهي، وفتحت قريت آية، وبعدين انشغلت، جالك شغل ارجع تاني. هكذا دايما عينك عليه، قلبك فيه، روحك معاه، هو شغلك الساخر. القرآن كلام الله حبيب قلبك، زادك وزوادك، سعادتك ونعيمك كلام ربنا سبحانه وتعالى. يتلون آيات الله. الحمد لله يا شيخ، احنا بنقرأ، انا كل يوم بقرأ صفحة. ماشي، جزاك الله خيرا، جميل جدا، رائع، ممتاز انك تقرأ صفحة كل يوم، لكن لو زدت مش يبقى احسن؟ خلاص يا شيخ، من هنا ورايح نخليهم صفحتين. طب كمان شوية لله، ماشي، نقرأ جزء كل يوم، جميل جدا انك تقرأ جزء كل يوم طول السنة، لكن في المواسم المسألة محتاجة برضو منك ايه؟ اديني حتة كمان، حتة كمان لله، شوية كمان زيادة، اديها زقة. معلش معلش، عشان خاطر مفيش وقت يا عم، والله لو في وقت كنت اديتك، بس انا مفيش وقت، هنجيب وقت منين؟ طب معلش، ممكن تديني تلت ساعة، 20 دقيقة كمان من ال 24 ساعة؟ زي بعض، ماشي يا عم الشيخ، تلت ساعة ماشي، انا ما فيهم جزء كمان، يبقى كل يوم جزئين. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ احنا كنا بقالنا اسبوعين، كل اسبوع بنقرأ 7 اجزاء، يعني 7 و7، قرينا دلوقتي 14، واقفين على اول سورة الاسراء اللي هو الجزء ال 15. عايزين الاسبوع ده بقى، واجب الاسبوع ده، ان من الجمعة النهاردة للجمعة الجاية نختم،